المركز في هذا الايه؟ في هذا المشروع. كويس جدا جدا فده جدا. عدد ضخم جدا جدا، لكن احنا ما عملناش حصر دقيق لمساله عظيم. الداخل فقط من اصداء البحث العلمي في المجتمع الخارجي. طيب 14 بس احنا هنعملها خلال الايام القادمه ان شاء الله. جميل. 14 ونص مليار جنيه. لكن انا بتكلم على الارقام الاجماليه. مدخلات يعني مثلا 10.5 مليار ده انا بعرفه ازاي؟ انا مثلا الشهر اللي فات طلبت من الموازنه عندي يجيبوا كل حسابات البنك المركزي. كويس قوي. هو مش هيبص في الدفاتر بتاعته. مظبوط. لا احنا بناخدها من البنك المركزي. مظبوط. كام وصرفنا كام وعملنا كام وكان عندي كام وجه كام. فادوني هذا الرقم. الرقم اللي هو 10.5 مليار من بالاضافه انا عندي كام على مستوى الجامعه. فدي كلها بتبقى من خلال التقارير الموثقه بيعملها المحاسبين بناء على الحسابات الوارده من البنك المركزي. خليني اسال سيادتك سؤال. متى تكتفي جامعه القاهره ذاتيا وتبتعد بمسافه عن موازنه الدوله؟ يعني خلال السنوات القادمه احنا بنطمح في ده، بس اكبر مساهمه لجامعه القاهره في تاريخها في الموازنه هم الاربع سنين دول. بمعنى هو كان اتصرف، قول لي امتى اتصرف 10.5 مليار في اربع سنين؟ تمويل ذاتي. ما دي مشاركه كبيره جدا من جامعه القاهره، لكن دي محتاجه وقت. ما خليني اكون صادق مع حضرتك، دي محتاجه وقت لان جامعه القاهره عليها اعباء قوميه بتقوم بيها كواجب قومي. فانا عندي دلوقتي 270,000 طالب. 270,000 طالب. انا لو عندي عدد الطلاب مثلا 50,000، انت عارف حضرتك جامعه هارفارد كام طالب؟ جامعه هارفارد 16,000 طالب. فانا عندي 260 من 260 ل 270,000 طالب. فهذا العبء الكبير بيحتاج انفاق كبير، خاصه ان جامعه القاهره جامعه عملاقه. وكتير جدا من مبانيها ذات عمر طويل، فبتحتاج صيانات مكلفه. يعني عندك كليه الاداب مثلا. انت عندك في كليات ذات طابع اسري. قبل كده كان لما بيجي يعمل تجديد ورفع كفاءه بيعمل ايه؟ غير البلاط، غير الرخام، ادهن الحاجه. الباب ده غلط شيله وركب باب تاني، اوكي؟ لا، دي كليه ذات طابع اثري. فاحنا لازم لما بنعيد رفع كفائتها بنعملها وفق المواصفات الايه؟ الاثريه. زي ما عملنا في المسرح اللي حضرتك شايفه ده. كل الشغل الداخلي داخل هذا المسرح تحت اشراف اثري. تحت اشراف كليه الاثار، استاذ كبير من علماء الاثار. انا اول ما جيت رئيس جامعه عينته مستشار رئيس الجامعه لهذا الامر. جميل. وهو متخصص في الترميم. جميل. يعني كل فتفوته حضرتك بتشوفها في القاعه هو بيشتغل فيها مع الفريق. كنا من كام يوم في كليه الاداب، وطبعا كان في من فريق من كليه الاثار شغال، وكانوا لابسين بلاطي بيضه، بس هم كانوا فاكرين ان دول عمال او مهندسين. لا، دول ولادنا الدكاتره والمدرسين المساعدين المتخصصين في الترميم اللي شغالين بايديهم المدربه الاحترافيه على القطع الاثريه. عظيم. في كليه الاداب اللي هي في الحيطه وفي السلم وهنا وهنا، حتى الرخام، حتى البياض. ده كشفوا مثلا 6-7 طبقات بياض كلها فوق بعض. مزبوط. عشان يوصل للاصل بتاعها. مزبوط. فدي بتبقى تكلفتها عاليه عشان المواصفات الاثريه، زي ما عملنا في مبنى القبه لو تتذكر سنه 18. لا، مبنى القبه تم وفق مواصفات اثريه، ولما جينا نرفع كفاءته الخارجيه وحتى كليه الاداب والحقوق من بره والساعه، قلت لهم لا استنوا، وشكلت لجنه من كليه اثار. وساعتها تواصلت مع دكتور خالد العناني، وانا متذكر ده كويس قوي لانه ساعتها كان في اوروبا، وقلت له انا محتاج لجنه من عند حضرتك تيجي مع اللجنه من كليه الاثار عشان هتشوف هنعمل ده ايه ازاي. يعني هي مش مساله انك ده مبنى زي اي مبنى فانت بتجدده. لا 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 لا. فدي حاجات بتبقى مكلفه لانها بتحتاج خبراء مهنيين ومحترفين. يعني سيادتك كان برضو اصلا يعني واقف عند الرقم، لانه رقم يدهش السامعين. 14.5 مليار. لا دي حاجات مختومه ومضيه. لا ما اقصدش ان انا لا سمح الله، انا بس بقول لك انه مدهش لان جامعه القاهره تعمل هذا الرقم. وبالتالي هذه الجامعه مؤهله في المستقبل القريب انها تستقل بمواردها وبذاتياتها، تقدر تعمل ده. نقدر خلال سنوات. خلال سنوات. يعني انت مثلا تتكلم في اربع سنوات مثلا بنتكلم في اكتفاء ذاتي، بمعنى انها تبتعد عن موازنه الدوله. وبالمناسبه حد يسالني، هو بتاخدوا كام من الدوله سنويا؟ لا بتتغير. يعني السنه اللي فاتت كان الموازنه بتاعتنا حوالي 7.5 مليار. 7.5 مليار. ده من الدوله. ده جامعه القاهره. من الدوله. فكان رقم كويس، وهم في الحقيقه الحكومه بتساعدنا كويس في هذا الاطار،
واحنا كمان بنساهم بمبالغ كبيره. لكن انا عايز برضو اقول لك من الامثله انك بتسالني عن ارقام، يعني مستشفى الباطنه دي، مستشفى الباطنه دي بجوار مستشفى الفرنسيه، المستشفى دي فضلت له عقود مهمله وفي محاولات كتير جدا لرفع كفائتها لم تنجح، لم تنجح وخلافات ملهاش اول من اخر وبقت لغز وقصص ولغز، حضرتك متابع لغز بقى وورق ومشاكل